السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم أصدقائي في فيديو جديد. فيديو اليوم هنتكلم مع بعض على كيفية تشغيل لعبة بابجي على محاكي الأندرويد البلوستاك. اتكلمنا في فيديو سابق على كيفية تشغيل محاكي الأندرويد البلوستاك الإصدار الرابع، وهو بيعتبر أفضل اصدار نزل لحد الان، اللي هو دلوقتي بنستخدمه زي ما شايفين. ده الاصدار الرابع من برنامج البلوستاك. تقدر من خلاله تشغل لعبة بابجي او تشغل لعبة كلاش اوف كلانس او كلاش رويال او اي لعبة اندرويد انت محتاج انك تلعبها. البرنامج بيتميز بكفاءة عالية ويحتاج الى امكانيات عالية في نفس الوقت. البرنامج بيشغل جميع الالعاب بكل سهولة وبدون اي مشاكل. دلوقتي هنعرف مع بعض كيفية تشغيل لعبة بابجي على محاكي الاندرويد البلوستاك بكل سهولة وكل بساطة. طبعا كل اللي عليك انك هتحمل برنامج البلوستاك الاصدار الرابع، وهتلاقي فيديو موجود في الوصف في اسفل الفيديو. تقدر من خلاله انك تضغط على الرابط اللي موجود اسفل الفيديو في الوصف، هيحولك مباشرة على كيفية تحميل وتثبيت برنامج البلوستاك. بعد ما تحمل برنامج البلوستاك هيفتح معاك برنامج البلوستاك بالشكل اللي انت شايفينه. بعد كده كل اللي عليك انك هتسجل بايميل الجوجل بتاعك علشان تقدر تدخل على متجر جوجل بلاي وتحمل لعبة بابجي بكل بساطة. دلوقتي هندخل على الجوجل بلاي علشان نحمل لعبة بابجي. هنا كل اللي عليك انك هتيجي في البحث وتكتب كلمة بابجي، بعد كده هتظهر ليك بابجي موبايل، هتضغط عليها بالشكل ده. بعد ما تضغط عليها هتلاقي هنا زي ما شايفين بابجي موبايل، وهنا زي ما شايفين حجم اللعبة 1.400 جيجا، يعني 1.5 جيجا. وهنا زي ما شايفين بعض الصور من اللعبة، واللعبة في الحقيقة تستحق انك تلعبها على المحاكي الاندرويد او تلعبها على موبايلك، لان اللعبة زي لعبة فورتنايت في الاداء وفي التصميم. ودلوقتي لو انت عايز تحمل اللعبة، كل اللي عليك انك هتضغط هنا على تثبيت، وبعد كده هتظهر ليك ايقونه بالشكل ده بتقول لك ان اللعبه حجمها كبير، ولو انت عايز تحمل اللعبه عبر الواي فاي او انك عايز تحمل اللعبه عبر الواي فاي وعبر استخدام بيانات الهاتف. فطبعا انت ليك حريه الاختيار في تحميل اللعبه. لو انت عندك واي فاي هتضغط هنا وتعلم هنا على التنزيل باستخدام الواي فاي فقط. لا، انت عايز تحمل اللعبه باستخدام الواي فاي او باستخدام البيانات بتاعه الهاتف بتاعك، كل اللي عليك انك تضغط على متابعة. وهنا يا اصدقائي زي ما شايفين اللعبة بدأت في التحميل وبدون اي مشاكل، يعني البرنامج او محاكي البلوستاك مفيش اي مشاكل عندما تحمل اي تطبيق او تحمل اي لعبة. ولو انت عايز تعرف التحميل بتاعك متبقي عليه قد ايه او فاضل قد ايه على حد ما يتم اكتمال تحميل اللعبة، كل اللي عليك انك بتيجي هنا وبتسحب لاسفل زي الموبايل بالظبط، بتلاقي هنا الملف الاضافي اللي هو بابجي موبايل. زي ما شايفين المدة المتبقية 3 ساعات او 4 ساعات او حسب سرعة الانترنت اللي هي موجودة عندك. لو عندك سرعة الانترنت قوية ممكن الجيجا ونص دول ما ياخدوش معاك 10 دقائق، فهنا بيعتمد على سرعة الانترنت الخاصة بالجهاز بتاعك. فطبعا عندنا في مصر الانترنت حاجة سيئة جدا، فطبعا انا بعتذر على ان مش هقدر اكمل معاكم الفيديو او اشغل اللعبة على البرنامج، لان طبعا بتاخد وقت كبير في التحميل، وبصراحة محتاج ان انهي الفيديو لحد هنا علشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. وبكده اصدقائي يكون قدرت اوضح ليكم كيفية تحميل لعبة بابجي على محاكي الاندرويد البلوستاك. اتمنى في نهاية الفيديو انك تضغط على زر اشتراك في القناة لو ما كنتش مشترك، وتدعم الفيديو بلايك، وتشارك الفيديو مع اصدقائك علشان يستفيدوا من الفيديو. وانتظرونا في الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.